هل تعلم أن العظام الموجودة في مخلب التجربة 1006 هي نفسها عظام مالك المصنع إيلوت لودويغ؟ تابع الفيديو كاملا لتعرف الحقيقة بعد صدور إعلان الجزء الثالث من بوبي بلاي تايم ومعرفتنا للكثير من الأشياء التي ستحدث في الجزء القادم. قررت التحدث عن واحد من أكثر الشخصيات رعبا وأكثرها غموضا، والذي من الممكن أن يكون الوحش الأخير في لعبة بوبي بلاي تايم، ألا وهو التجربة 1006، والذي لديه مخلب حديدي قام باستخدامه لجر بقايا جسد مومي لونغ ليجز لإكمال بناء جسده المرعب. إذن ما هو دور التجربة 1006 في الجزء القادم، وكيف سيكون شكله من ناحية التصميم، وما هي علاقته مع بوبي وخطته الخطيرة؟ كل هذا وأكثر سأقوم بالتحدث عنه في هذا الفيديو. لكن قبل أن أبدأ، حياكم الله في قناتي التي أقوم فيها بشرح قصص الألعاب والتكلم عن النظريات والأسرار في عالم ألعاب الرعب. إذا لم تكن مشتركا انزل الآن واشترك، وإذا كنت مشتركا لا تنسى اللايك حتى تساعدني في الوصول إلى 5000 لايك. وبدون أن أطيل عليكم، اربطوا الأحزمة وهيا نبدأ. أولا يجب أن نتكلم بشكل سريع عن كل ما نعرفه عن التجربة 1006. نستطيع ربط اسمه وشكله في اللعبة من خلال شريط مهم في اللعبة من أحد العلماء الرئيسيين في مصنع بلاي تايم كو. في بداية الأمر وفي قسم الأشياء التي تستطيع جمعها في الجزء الثاني، تستطيع ملاحظة أن اسمه هو فقط المخلب، حيث يبدو وكأنه لرجل آلي فقط. لكن إذا نظرت جيدا تستطيع ملاحظة أن هناك عظاما بشرية متصلة به، وبهذا نعرف أنه ومثل جميع الألعاب الحية في مصنع بلاي تايم كو، التجربة 1006 كان بشريا قبل أن يتم تحويله من قبل التجارب التي كانت تحدث في المصنع. لكن وبسبب اسمه نعرف أنه سبق جميع التجارب التي حدثت من قبل. والمزيد من المعلومات التي نعرفها من خلال أحد الأشرطة لأحد العلماء أو الموظفين في المصنع هو أن التجربة 1006 عنيف جدا، وحاول أن يهجم على الموظفين في محاولة منه للقضاء عليهم. وعلى عكس التجارب الأخرى، قال أحد العلماء أنه من الصعب جدا السيطرة عليه، لأنه أقوى وأسرع من أي تجربة أخرى عملوا عليها مثل هاجي واجي أو مومي لونغ ليجز أو حتى كيسي ميسي. وليس هذا فقط، بل كان ذكيا جدا ولديه قدرة عالية على التفكير وخداع العلماء الذين كانوا يحاولون الاقتراب منه، وحاول أكثر من مرة الهروب من سجنه، وفي الحقيقة نجح في ذلك وخرج إلى منطقة اللعب والمختبرات التي كانت تجري فيها التجارب ودمر كل شيء. وإذا شاهدت إعلان الجزء الثالث فلقد سمعنا أن هناك حريقا في المكان، وأنا متأكد أنه التجربة 1006 هو السبب في ذلك، وهو ما جعل الأطفال خائفين ويصرخون بطريقة مرعبة. بعد ذلك انتهى المصنع بالكامل، وكان هدوءا دام طويلا في المصنع حتى تلك اللحظة التي قامت فيها بوبي بإرسال رسالة لنا حتى نأتي إلى المصنع والتحقيق في اختفاء الموظفين. وهنا يجب أن نعود في الزمن إلى الأحداث التي حولت مصنعا سعيدا يقوم بصنع ألعاب لطيفة للأطفال إلى مصنع لآلات القتل والتجارب الشريرة على البشر وتحويلهم إلى وحوش، حيث أن جميعنا يعرف أن كل شيء بدأ من خلال هذا الشخص الذي يدعى إيلوت لودويغ، العقل المدبر لكل شيء حدث في بلاي تايم كو. ونعرف أيضا أنه فقد أحد الأشخاص المهمين في عائلته، لا نعرف من هو بالتحديد، لكن البعض يقول أنها ابنته، حيث أنها توفيت بطريقة غير متوقعة وكانت صدمة كبيرة لإيلوت لودويغ الذي لم يستطع تقبل الأمر، مما جعله يبتعد عن المصنع والعمل لمدة قصيرة. بعد ذلك عاد ليعمل مرة أخرى، لكن هذه المرة تغيرت خطته وأهدافه، حيث اتجه إلى قسم العلماء والتجارب وأعطاهم مهمة صعبة جدا، ألا وهي إيجاد تجربة قوية تستطيع إعادة الأموات إلى الحياة وباستخدام بعض المواد الكيميائية وزهرة بوب الشهيرة على أحد فئران التجارب. لكن للأسف فشلت التجربة ولم ينجحوا في إعادة الفار إلى وضعه الطبيعي بعد ذلك. وفي أحد أكثر الأوراق أهمية في اللعبة والتي تستطيع إيجادها في مكتب إيلوت لودويغ، نستطيع معرفة أن العلماء أرادوا إكمال تجاربهم على عينات أكبر من الفار، وبشكل مختصر أرادوا إجراء التجارب على البشر أو الأطفال الذين كانوا يجلبونهم ضمن برنامج العناية بالأيتام. حيث أنني أظن أن الهدف الرئيسي من كل هذا كان بشأن إعادة ابنة إيلوت لودويغ إلى الحياة بأي ثمن، حتى لو استغرق الأمر سنوات طويلة والكثير من الضحايا الأبرياء. ولا تنسى أن معظم الألعاب التي واجهناها كانت في معظم الأوقات عنيفة وتريد القضاء علينا بأي طريقة، وبسبب هذا ولكي يتأكد إيلوت لودويغ أن ابنته في أمان، والتي هي من وجهة نظري الدمية بوبي، قام بصنع غرفة مخصصة لها ووضعها داخل صندوق محكم الإغلاق
إيليوت في هذا الوقت كان يفكر في طريقة جديدة لصنع جسد بشري لطفلته التي نجح في وضع روحها داخل دمية بوبي الصغيرة. وفي تلك اللحظة بدأ العمل على هذا المشروع، وهو بالضبط نفس الوقت الذي بدأ فيه العمل على البروتوتايب أو كما يعرفه الجميع باسم التجربة 1006. الشيء الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن الهدف الأساسي من التجربة 1006 هو الوصول إلى طريقة ناجحة في دمج الهيكل العظمي للإنسان مع أسلاك كهربائية لصنع جسد نصفه آلي والنصف الآخر بشري الذي يبدو شكله وكأنه إنسان عادي وليس مثل دمية كبيرة مخيفة مثل هاجي واجي أو مومي لونج ليجز. وتستطيع رؤية هذا بوضوح عندما تدقق النظر في هذا المخلب. فبغض النظر عن المخالب الحديدية والأسلاك، تستطيع رؤية عظام بشرية تنتمي إلى إنسان طبيعي. فإيليوت لودويغ مالك المصنع لم يرد أن تكون روح ابنته محبوسة داخل تلك الدمية الصغيرة إلى الأبد، لكن لسوء الحظ لم يعش طويلا ليرى مشروعه ينجح، أو ربما ما زال على قيد الحياة، لا نعرف هذا بالتأكيد. لكن على أي حال، الوضع والحالة التي مات فيها إيليوت لودويغ غير معروفة أبدا، لكننا نعرف أن العلماء الذين كانوا يعملون معه لم يتوقفوا أبدا، وأكملوا العمل على هذه التجارب في مختبر سري تحت الأرض، لكن طريقتهم وأهدافهم مختلفة تماما عن مالك المصنع. أهدافهم كانت مخيفة ومرعبة جدا. ماذا لو أخذ العلماء أبحاث إيليوت لودويغ واستعملوها في إنشاء ألعاب على قيد الحياة باستخدام أجسام أو أعضاء بشرية، ويقوموا ببيعها لاحقا للعالم كله، مما يجعلها طفرة في تكنولوجيا صناعة الألعاب التي كان مصنع بلاي تايم كو مشهورا بصنعها. لكن لكي ينجحوا في فعل هذا، كان هناك شيء واحد أخير لفعله، شيء عانى منه كل العلماء أثناء صناعة هذه الألعاب، وهو التصرف العنيف الذي كان يصاحب كل التجارب وكيفية التخلص منه. ولفعل هذا تم بناء مختبر سري تحت الأرض مخصص لهذا الهدف فقط. قبل أن يموت إيليوت لودويغ، تطوع لأن يكون جزءا في أحد التجارب الخطيرة التي كانت تهدف إلى إعادة روح ابنته إلى جسدها البشري الطبيعي. ولكي يفعل هذا، تبرع بجسده ليصبح جزءا من التجربة 1006. ويمكن أن تكون هذه معلومة تسمعها لأول مرة، لكن العظام الموجودة في جسد التجربة 1006 والتي قامت بسحب بقايا جسد مومي لونج ليجز هي في الحقيقة تنتمي لمالك المصنع إيليوت لودويغ. لكن هذه الأبحاث وهذه التجربة كانت تحت أيدي علماء شريرين وإدارة لا تعرف الرحمة، الذين ضحوا بالحياة البشرية في سبيل الوصول إلى هدفهم المنشود. وهذا ما أدى إلى انطلاق الظلام الدامس في شكل إيليوت لودويغ الجديد بعد التجربة، مما حوله إلى آلة قتل مدمرة وآلي يخطط لبناء نفسه من جديد من خلال أجساد الضحايا الذي يقوم بالقضاء عليها أو يجدها في المصنع. فبعد كل ما نعرفه، أنا متأكد أن عدم ظهوره بالكامل هو أنه لم ينتهي بعد من بناء جسده بالكامل. عندها أدرك العلماء أنه يجب أن يجدوا طريقة فعالة لإزالة الظلام والشر والعنف الشديد من التجارب التي يصنعونها، وعندها أتوا بفكرة برنامج تبني الأيتام، وكانت طريقة ممتازة للحصول على عدد لا نهائي من أجسام بشرية لإجراء التجارب عليه. وقد تعتقد أن هذا كان لمدة قصيرة فقط، لكن هذا ليس صحيحا، بل دام لوقت طويل جدا، ودعني أشرح السبب. على سبيل المثال، الفار في مكتب إيليوت لودويغ والذي تم إجراء التجارب عليه كان اسمه التجربة 814، والبروتوتايب كان اسمه التجربة 1006، وهاجي واجي كان رقمه التجربة 1170. هذا يعني أن التجارب استمرت لسنوات طويلة وتطورت كثيرا خلال هذا الوقت، وفي كل تجربة خاطئة تعلم العلماء درسا لكي لا يكرروه في التجربة التالية، وتعلم العلماء طرقا جديدة في استخلاص العنف والشر من هذه التجارب. ومثال على ذلك هي الدمية كيسي ميسي التي قامت بمساعدتنا دون الهجوم علينا أو حتى فعل أي شيء. هل تظن أن التجربة 1006 هو نفسه مالك المصنع إيليوت لودويغ، أم أنه شخص مختلف جدا؟ وما رأيك في هذه النظرية؟ شاركنا في التعليقات الآن، لأنني أقوم بقراءة جميع تعليقاتكم ونظرياتكم وأستخدمها في فيديوهاتي القادمة. شكرا لكم.